السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تحياتي للزميل عبد العزيز النصر. اصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورت، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى جولة جديدة، جولة افتتاحية لسنة 2020 في الدوري الايطالي لكرة القدم بعد السوبر والفاز البيانكو تشيليستي ديلا لاتسيو. اليوفي يستعيد قطار الدوري الايطالي في الاسبوع رقم 18 من خلال صدارة مشتركة مع الانتر ميلانو. الليلة القمة الانتر ضد نابولي في مباراة ما سهلة، وبالتالي اليوفي يحاول الانتصار ثم الانتظار لقمة السيرالي. جاكوميلي حكم المباراة، كاليري ضيف على تورينو واستادها الاليانس ستاديوم، واليوفي تقريبي الفريق الثابت الاساسي من فترة لحراسة المرمى. تشيزني رقم 16 ظهير يمين، كوادرادو على اليسار، الكساندرو رقم 28 التركي، ديميرال رقم 19 المخضرم، بونوتشي رقم 5 ميرالمبي. مع اليوفي منذ قدومه للكالتشيو الطلياني هل يكتب اليوم رقم مع التاريخ في اليوفي؟ والستة ربح لماوريتسيو ساري، يعمل في موسم استثنائي تاريخي في السيريا. ستة دقائق في الشوط الأول، كرة طويلة للدون وأوت ضرب ماوريتسيو ساري، الأرقام تؤهله. راس ممتازة وفرصة الهدف الأول لليوفي، مسافة الخطورة وساندرو عالية، كرة أليكس بعيدة، يلعب الكرة ليوناردو، بونوتشي كرة طويلة أوت ضرب موسم. يمشي كريستيانو، يشوت رونالدو، كرة ترجع لكريستيانو رونالدو، رونالدو يحاول يمر وفي خطأ وفاول، رونالدو يلم للوسط، الضغط موجود، الرائع نينجولان، الكروس من رابيو، يوزع رابيو، وكرة والتسديدة، وضاعت الكرة، كانت كرة بيرة جانبية لكاليري، محاولة المباغتة، هذه الكرة ملعوبة لو توصل، تلعبها ضد اليوفي في السيريا، سجل مارتين وصنع هدف. في اخر اربع مواجهات ضد اليوفي نينجولان كثير، والكرة توصل مليح عن طريق ساندرو، يلعب الكساندرو جيب كبير الخمسة، ما خسرش ولا ماتش على ارضه في الدوري. توس تلعب الكرة في التحضير ممتازة، والتسديدة اقل امتياز، التسديدة لم تنسجم مع الخسارة في المنافسة، هي تتحقق لاول مرة من فريق اليوفي. باولو ديبالا وفي عاقل حكم شيكون دين ممتازة من كريستيانو، كوادرادو والهدف الاول، 1-0 ضاعت على كريستيانو، كان ممكن كوادرادو يشوط كرة، دفاع متكتل مليح، الكرة طويلة، الدفاع موجود في التماس لفريق المدرب هو ليونيل ميسي، وراه ليوناردو بونوتشي، التسديدة الحارس سولسر. أولسن يلعب كرة طويلة، كالير يكتر الفرق في تلعب رابيو، رابيو تحط الكرة والحارس أولسن، واليوفي يعاني ولا يجد الحلول، وناينجولا بسرعة يرجع يتمركز دفاعيا بشكل ممتاز. رابيو، رابيو لكريستيانو، والدفاع وديبالا، والكرة ضاعت من باولو، محاولة كانت، تلعب الكرة من رونالدو، رونالدو تمشي كرة ممتازة لرابيو، لكن الدفاع الكرة العالية ممكن يكون حل، الرأسية الحارس، يتألق الحارس على كرة رونالدو، أوفسايد تسلل، ساندرو، ساندرو التوسيع هذه اختيرة والدفاع ممتاز مرة، والكرة تمشي سهلة للحارس أورسن، أجنبي، وطبعا قبله كان نيلس ليدلو، محاولة التوسيع، رابيو يوزع الكرة على القائم الثاني، لكن يمكن توصيفه بانه اللي استحوي بالركنيه. 35 دقيقه لعب في الشوط الاول، تمشي كوره بالراس والعارضه، والعارضه تتمنى عن كور برتغالي، والكوره تمشي من ديبالا، هذه اختيره ورونالدو، الدفاع ممتاز، التغطيه الدفاعيه تدورها، تلقى انه اليوفي يعني على الورق يلزم يربح المباراه هذه في مشكله في 95 وكاس الابطال 96 97 98 كره بخط دفاعي وامكانيه المباغته والدفاع تقريبا 10 دقائق ما مسش كره التسديده والحارس سولسن سيميوني خطيره جدا ملعوبه نينجولان يلعب ميرالم بيانيتش ميرالم اخر دقيقه في الشوط الاول طبعا القمه الليله ستكون في سان باولو بين نابولي وانتر ميلان بارقام السيتي وارقام برشلونه الفريق كاليري رونالدو رونالدو الهدف الاول كريستيانو
كريستيانو رونالدو يستثمر الخطأ ويسجل هدف الافتتاحي. وما قلت لكم في الشوط الأول أنه اليوم على موعد مع الريكورد لكريستيانو رونالدو اللي لأول مرة منذ قدومه للسيد العجوز اليوفي يسجل فيه الهدف الثاني. والهدف الثاني يضيع بطريقة هيتشكوكية من الحارس سورسن ينقذ كاريري من 4 دقائق لعب يوفي في هذا الشوط الثاني. اليوفي اكثر حيويه وكوره ولا اروع. بليز ممتاز كنترول امتياز وفي تسلل ضد الفرنسي. اوف سايد ضد الفرنسي. بليز يمشي السير 7 رونالدو مراوغه وفي خطا وفاول اليوفي. خطا ضد فتن واليوفي سباق جرينتوزا في الشوط الثاني. رونالدو عدى بيانيتش. بيانيتش كريستيانو. كريستيانو الارجنتيني هادو كوادرادو على القائم الثاني. اين كريستيانو؟ رونالدو والدفاع فريق جو بيدرو. بيدرو والدفاع اليوفي موجود عن طريق دفاع التغطيه موجوده ضربه مرمى. مربعات مثلثات رائع اليوفي في هذه الاوقات. والكره لديبالا كره من باولو ديبالا لبليل نايجولا رشحها اليسار بالراس وابدع تشيزني وابدع تشيزني كره لهز رونالدو 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 شيريا والجنتيلي وكابريني كرة ضربت على عرضه وطلعت والكرة من رمسي وعشاق اليوفي متأكدين أنه الهدف والهدف الثاني. لا برافو الحارس برافو أولسن. أولسن عن طريق الهجوم يمشي ممتازة. باولو ديبالا مش خلصها يمشي وخطأ بإنذار. خطأ بإنذار سيد الحكم. جاب الكرة ديبالا ديبالا والهدف الثاني العرضية ولا كروسيبس. اليوفي يتقدم ولكن ليس بشكل نهائي. الركنية المستوى الفني والفردي يصنع الفارق وضرب الجزاء وضرب الجزاء للأرجنتيني الفنان باولو ديبالا. ليوناردو حط الكرة رمسي وخطا لليوفي ستاديوم. يوفي يوفي الثاني الثاني من الدون. كريستيانو جول. كريستيانو ريتي على طريقة رونالدو يسجل البرتغالي بالجولة الخامسة على التوالي. هنا من غونزالو. غونزالو إيغوين والهدف الثالث. الهدف الثالث لغونزالو. جول دي غونزالو إيغوين. إيغوين جول. هذه هي قيمة الأرجنتيني. هكذا المباريات في الرابعة. يمشي دوغلاس. دوغلاس رونالدو هاتريك. رونالدو هاتريك. رونالدو هاتريك. رونالدو هاتريك. 4-0 لليوفي. غير الشوط لليوفي. يسار اليوفي في الدوري الايطالي يلزم يلعب بهكذا الشكل. دوغلاس وبليس وايضا الفريق كاليري. رونالدو رونالدو والهدف الاول. كريستيانو كريستيانو رونالدو يستثمر الخطا ويسجل هدف الافتتاحي. وما قلت لكم في الشوط الاول انه اليوم على موعد مع الريكورد لكريستيانو رونالدو اللي لاول مره منذ قدومه للسيد العجوز اليوفي يسجل في المستوى الفني والفردي يصنع الفارق وضرب الجزاء وضرب الجزاء للارجنتيني الفنان باولو ديبالا. ليوناردو حط الكره رمسي وخطا لليوفي ستاديوم. يوفي يوفي الثاني الثاني من الدون. كريستيانو جول. كريستيانو ريتي على طريقه رونالدو يسجل البرتغالي بالجوله الخامسه على التوالي. هنا من غونزالو. غونزالو ايغوين والهدف الثالث. الهدف الثالث لغونزالو. جول دي غونزالو ايغواين. ايغواين جول. هذه هي قيمة الارجنتيني. هكذا المباريات في الرابعة. يمشي دوغلاس. دوغلاس رونالدو هاتريك. رونالدو هاتريك. رونالدو هاتريك. رونالدو هاتريك. 4-0 لليوفي. غير الشوط لليوفي. يسار اليوفي في الدوري الايطالي يلزم يلعب بهكذا الشكل. دوغلاس وبليس وايضا